الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها السادة الأكارم الأحبة الأعزاء متابعين لقناة أبو حمدان أو مؤسسة أنوار المدينة العسل والنحل منتجاته في يوتيوب، هذه تشبه الطلح الملحي، وأقول أنها طلح ملحي، ولكن هذه الشجرة جايبينها من بنغلاديش، الآن بدأت تزهر، شوفوا في هذه الفترة، وإحنا في أمس الحاجة في هذه الفترة اللي زهر. ما راح أوريكم منظر جميل جدا لزهر هذه الشجرة، اللي يشوفه يفكرها الطلح الملحي. ها شوفوا، شوفوا زهرها، وظن أنها هي الطلح الملحي سولتا كاسيا يعني، ولكن هي مختلفة المنشأ. والدليل على الرحيق، شوفوا انها فيها رحيق. شوفوا النمل شو يسوي، يلا يكون الصورة واضحة. النمل قاعد يصعد عليها، امتص الرحيق. خلنا ناخذ لها صورة بعيدة، شوفوا كلها مزهرة الان، يعني في منها مسبق بالازهار وفي منها مقبل ان شاء الله بالازهار. شجرة المسهد أيضا من الأشجار مهمة جدا، وتسوي عيال تحتها في بعضها يعني، وتفصلهن. بعد ما تفصلهن تزرعها مرة ثانية. شجرة المسهد بدأت تطلع العمود، يعني أعتقد يمكن تحتاج لها شهر، يمكن شهر، ها شهر أقل أكثر الله أعلم، وتطلع. وهذا السيال سريع النمو علينا المساء، معلش ان شاء الله يكون الفيديو التصوير واضح. حبينا بس نقصر الدوب معاكم وما بين النخيل والاشجار الطيبه هذه. هذه طلح السيال، شوف طلح السيال عابر. طلح السيال من شهر واحد الى شهر خمسة، على فكره سريع النمو، الى 25/5 يزهر. ذكروا هذا الكلام، من اول واحد إلى 25/5 إزهار كامل، يعني هذه المدة كلها مدة رحيق وحبوب لقاح. هذا البنغالية، ها والله البنغالية غلبت الأمريكية سولتا كاسيا والأسترالية. في داخل أستراليا أبو محمد سولتا كاسيا نفسها اللي عندنا مال الأسترالي، أو هذا يجي برمشوية كبير، هذا برمشوية صغير. لا، إذا في فرق. From the same family but different tree. أيوة. Same family but different flower. يعني نفس الفصيلة، ولكن شوفوا حتى بلدتها تشبه السمرة. ايوه، والنحل ينزل عليها. شوف النمل، متروسة نمل. من تشوف النمل يروح داخل هني اعرف فيه رحيق. يعني ها، خلنا نضغط على الجرس، شوفوا. شوف الرحيق، ها. الله يا مجمع الرايح حتى. هذا عسلها الحين راح يدخل داخل العسل الشفائي الجريد، ونسأل الله تعالى أن وين نحن. ايه شوفها، ما ادري اذا تصورها النحلة برايها مسكينة، ما يرشوها بعين بتموت. في بعض العرب يا الربع ما يذكر الله، لذلك نحن نخاف حتى نطلع فيديوهات عن الملكات ابدا. تلقاها الصبح ميته عند الـ عند الـ عند البوابه. اكيد الانسان ياكل على الله، لكن يقول الموصف عندنا في الامارات التق وتبق ولا حافظ الله. زراعه ما منها الا خير. طبعا في المورينجا قبل شهر ونص كانت يابسه مره. تعال ابو محمد شوي، ما شاء الله ما تروم تمشي، غابة يعني. ومنطقتنا ما شاء الله غنية بالثعابين، عاد هو بثعابين عندنا. هذا أبو صيحة تلقاه متعلق في الشيط لعين خير. شوف المورينجا، يعني وين ما شاء الله، قبل شهر ونص يابسة ما فيها عود. قبل شهر ونص تقريبا يابسة ما فيها عود. هذه تسمى بالسوبر فود. كيف السوبر فود؟ اقروا عنها في الانترنت.
شوفون الأوراق هذه تقطع يعني، تأخذ من الأوراق وتجمعها لما تكون الزراعة عندك أورجانيك. ما يعني عندنا الحين ممنوع رش المبيد، ممنوع استخدام المواد الكيميائية، كله طبيعي أورجانيك، حتى سماد عضوي. المهم تأخذ من الأوراق هذه، ما تأخذ الصفرة، الصفرة ما تنفع، تأخذ الخضرة هاي وتيبسها في ظل، في ظل وفي منطقة مهوية، يعني الريحة تيها من شمال من يوم من شرق، وتخليها تنشف في ظل. مثل الحين في انت في المزرعة ولا في المحمية ولا في، تسوي لها ظلة وتحط تجمع الأوراق الخضراء، انتبهوا الأوراق الخضراء اللي ما فيها صفار، وحتى ممكن تأكلها أكل يعني مع سلطة، ممتاز. هكذا غنية بفيتامين سي، لو أكلتها على طول غنية جدا بفيتامين سي، ولكن لما تجفف يا سبحان من خلق وأبدع، تتضاعف فيها قوة المعادن والفوائد. ومن حكمة الله سبحانه وتعالى إن في شدة الحرارة تغذي لك عود يابس، تقول ماتت يا خسارة الفلوس فيها والتعب والسماد، ومن سبحان الله يا العود في يدي. المهم ومن يجي البراد من شهر 10 بدأت شوي شوي تخضر تخضر وهي تصير، والحين نحن في نهايات 10 في شهر 11 مقبلين على 12، هذه شوفوا بعد فترة راح يبدأ يزهرها إن شاء الله. يزهرها في 12 هي ولا في نص 12؟ شهر 12 يزهرها، يبدأ يزهرها في 12، عندك كميات كبيرة مزروعة منها. فهذه أيضا من مصادر الرحيق المهمة جدا، وعسلها من أجود العسل. وكذلك تسوي ممكن يستخرج منها زيت من القرون، زيت عجيب جدا. وفي طريقة خبرني عنها واحد من أهل عمان، تستخدم البذور لها طريقة معينة يعني أقوى من الفياقرة، بس ما أريد أقولها على أساس في شباب متهور، ما أريد نتكلم عن هذا الموضوع، هذا بنخليه حق هذول أبو ثنتين أبو ثلاثة اللي بياخذ شور منشور عليه في الشور خبره عن السالفة، أما نشرها كذي ما يصلح. يعني في معلومات ظاهرة وفي معلومات ما يصلح نخبرها. على كل احبتي، وهذه السمرة نباها شوي تشتد، اي نعم نباها تشتد شوي، يعني مو مستعجلين على تقليمها، نباها تشتد تاخذ راحتها مثل تاركينها على راحتها، يوم تشتد ونشوف الجذع اللي قوي منها خلاص ممكن تقلم بحيث انها تتبع. مثل السيال، شوفوا طلع السيال، ما تصدقون يعني هذا السيال كمل سنة؟ سنة ما كمل سنة. شوفوا ارتفاعه 2.5 متر او وصل 3 متر، 3 متر. شوف عشان تعرف السيال، اللي ما يعرف السيال هذا جذعه يختلف عن الرديانة، الرديانة جذعه يبني، والسيال هذا جذعه. شوفوا شوكة، ها شوفوا شوك، وشوفوا الورق عشان تميزون السيال عن غيره، ها وطالع شوكة مطولة. سيال كنز من كنوز النحل، يعني من شهر 1 لين 25/5 ما شاء الله، يعني شيء مهول، يعني حتى مرات الى اواخر 6 هو ازهار، ازهار تقلب لك المنطقه صفراء، ازهارها صفراء، بلدتها صفراء، او برمها اصفر دائري يشبه الطلح النيلي. الطلح النيلي الحين مزهر فول، يعني يزهر إلين شهر 1 أظن ولا 12، إلين 1 شهر 1 خلاص، شهر 1 خلاص يسوي بذور، وشهر 7 نحن 6 7 يمكن تقريبا، أو 6 نقص البذور، 7 نعم 7 و8. فإن شاء الله ناويين السنة هاي عاملين بنك بذور، بس شوي 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 تتوفر عندنا كميات، وبعدين إن شاء الله راح نخبركم اللي محتاج بذور محتاج شيء، نحن في الخدمة في نشر الخير والعلم النافع. والله يوفق الجميع، تقبلوا تحياتي، اخوكم ابو حمدان. والسيال سلم عليكم، قولوا ما شاء الله تبارك الله، اذكروا الله، صلوا على النبي. هذه نعمه من الله سبحانه وتعالى، كل اللي استظلته حتى من الناس، او ياكل من ثمرها من الاشجار، او تسوي حمامه تسوي لها بيت، او نحل يبني بيت فيها، كله في اجر وثواب ما يضيع عند الله.
فالعمل الصالح كثير ومتنوع، ومن الأمور الطيبة هي الزراعة اللي فيها خير. فاذكروا الله، صلوا على النبي، يقولوا ما شاء الله تبارك الله لا قوة إلا بالله. تقبلوا تحياتي، أخوكم محمد دام، مؤسسة أنوار المدينة العسل والنحل منتجاته، قناتنا على يوتيوب بنفس المسمى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله أحبتي الكرام، هذه شجرة المسد، هاي ثاني طالعة، وعلى فكرة في نوع بدأ خلاص قريب يعني يفتح الأزهار، لأن إحنا سويناه طبعا، هاي تأخذ لها 5 إلى 6 سنوات حتى تزهر، فلما تزهر معاك وتشوف أولاد أبنائها تحتها، قص من عيالها من تحت ووزع في المنطقة. يعني تخيل ممكن في سنتك الوحدة تزهر عندك 70 80 80، هذه ترتفع فوق وايد، يعني توصل 80، تنعش النحل إنعاش قوي جدا، رائعة. بس ركزوا على عيالها اللي تحت، في منها ذكر وانت اعتقد، في بعضها يسوي بنات وفي بعضها ما يسوي. هذا مال واحد مرة خلاص مال عمود، هذا في مود ثاني، بنات في موجود. انزين، البنات هذيلا ينقصن وينزرعن في مكان ثاني ويطلع ثاني. ويطلع. شجرة الحنة العربية الحين خلاص مسوية بذور، انتهت إزهارة، مسوي بذور، وتوقعوا انها تزهر في شهر، ممكن شهر واحد مرة ثانية يجي زهر، ما يوقف الزهران، لكن في الشتاء تخف شوي. أما الصيف دائما، والنحل ما ينزل عليها إلا من شهر 10 تقريبا. هذا منطقة هنا ورق جديد، جديد هذا إن شاء الله، هذا شهر هذا بعد. زين، قطع لنا حنة منها. على فكرة الحنة لما تكون شجرة أورجانيك وحنة عندك حصة في الكلى، أدري نتكلم في الموضوع هذا ولا، عندك حصى في الكلى، تاخذ من الحنه هذا وتغليه، بعد ما تغليه يحبر يصير اسود، تشرب منه كوب واحد، يعني شوف شو يصير معاك اليوم الثاني، راح تبول بول اسود والقار، تنظف لك اذا في حصى تشله او وسخ او تراب في الكلى. الكلى من الاعضاء المهمه، وبعدين شجره غير سامه، يعني قرأوا عنها يا اخواني حتى تعرفوها، هل فيها نسبة سمية؟ يعني ما فيها، غير سامة، يعني شجرة غير ضارة، مثل السدر تاكل ورقها. بس السدر لعلي أتحدث عنه في يوم ثاني، شوف فوائده، لأني وعدت إني أتكلم عن فوائده، بس في أمور اللي تخص البشر ما أحب أتكلم فيها زيادة عن لازم، إلا ما يخص النحل. ولكن هذه في بعض الناس اللي عندهم مشاكل في الكلى، حصى، آلام، حصر في البول مرات كذا، يعني تكون حصاه ما تريد تطلع، أو رمل، في بعض الناس ما يهتم، يشرب يعني بعض المياه تكون فيها أتربة، بعض المياه يكون فيها كذا، أو ريال يحب الصحراء والغرشة مفتوحة ويغبار ويدخل. المهم أسباب كثيرة لتكوين الحصى داخل في الكلى أو في المرارة وهذا الأصاب. فورق الحناء يؤخذ بمقادير، يعني ملء الكف ويغلى، وبعدين بعد ما يغلى يخلى الى ان يبرد. مر طبعا راح يكون مر جدا، يعني حليه بعسل ما في مشكله، يعني اسوي دعايه حق المؤسسه، تعال حليه بعسل من عند مؤسسه انوار المدينه عشان يكون نور على نور. او حي الله نحن النحل الامارات، كلهم اخواننا واحسن منا بعد، نشوفهم نحن نعتبرهم عزه وحبه وكرام، لكن من باب السوالف، انا رجال احب اسولف، رجال مسولف يعني، وما داني الرجال الساكت اللي تمر ساكت ملبد ما يعيبني، عيب الرجال اللي يسولف ويقصر الدوب ويلو في الديار ويكلح، ما يغدي مرة رابض ما يغوز، ما اريد اوصف، ما اعرف شو اللي يربط، يعني انسان يتحرك، لكن الكارونة تمنى صدق والساعة. الحين كله ما يداني من يقولوا لك بيلبسونك الساعة، مرة قلت خلاص ما بروح عمان، ما بروح السعودية ما دام فيها ساعة، لين الله يجيب دواء ونفتك من الساعة، الله لا يلبسنا الساعة ولا يلبس ساعة مسلمون أحد من ربعنا ولا من أحبائنا إن شاء الله. لكن حذر واجب أخواني، ترى الفيروس هذا الحذر واجب، يعني إنسان يتحذر ويتقى، حتى هلنا الأولين الأمثال القديمة التق وتبق، اللي يتقى يتبقى، يبقى يعني مقصود ان التقوى يتقى عن الشر.
الرمح يوميك تتكى بالدرع ولا السهم كذا. وصف العرب الاول الانسان يتقى، واللي مشى في الارض اللي فيها مثلا ثعابين ولا فيها شيء يكون عصاه في يده ولابس نعال قويه يعني او جواتي. مشكله المنطقه هذه ما شاء الله ثعابين فيها يعني من اروع ما يكون. يعني اذا بنسوي في واحد مقلب بنقول له تعال تمش داخل المحميه، وهن ان شاء الله ما يضر حد باذن الله، لكن ما يصيبك الا الله قاسم منه لك، ما من ان شاء الله مضره. على قد قشاطنا منها 40 يمكن 40 هنيش. الحين عاد في فتره الشتاء خلاص امان، ما في خوف منها، لان نخاف من الحر في فصل الحر. تقبلوا تحياتي، اخوكم ابو حمدان، مؤسسه انوار المدينه، العسل منتجاته بمدينه العين. هذا ما عندي ما عند الله خير وأبقى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.